ناخذ سارة من الدار البيضاء. اهلا وسهلا سارة. اهلا وسهلا مرحبا. انا ربي يخليك سيرة. الله يبارك فيك. عندك كيك بلا زيت. عندك كاس ديال القهوة. هذا الكيك ما فيهش الزيت قلتي. كاس ديال القهوة. كاس ديال القهوة عرفتي نص كاس القهوة سريعة الدواء خلطة مع كاس الماء. ديرها قاطحة شوية. شوية تجي قاطحة. كاس سنيدة. كاس سنيدة. جوج خمارات. جوج خمارات. فاني. فاني. والدقيق على حسب الخليط ديال الكيك. حسب الخليط. جوج بيضات. جوج بيضات. وحكة ديال قشرة ديال الليمون. صافي كتدهني الليمون وكديريه فيها. نعم. الليمون كطيب. كتديها كتحيدي هذيك القشرة الفوقانية باش كتكون قاطحة. وكتكبي فيها كاس ديال عصير الليمون. بارد ما في غير كتعصريه وكتكبيه ما كيطيب ما تجي حار. وكتدي ياغورت. صغير غير داك الصغير كتديري في باماري واحد شويه حتى كيطلق. كتدهني بها. نعم. كتجي خفيفه. كتجي خفيفه وكتجي زوينه بزاف ونعاود لك بحال تخلي يديك. نعم الله يخليك شكرا. ربي يخليك. صافي كتحكي فيها شويه ديال شنو اسمو الشوكولا هكاك تحكي غير الشوكولا عادي. فيرميسيل ولا كتكون ديجا راه كاينه؟ إلا ما إلا ما كانت عندك فيرميسيل كتحكي غير هوايا. نعم. ولا تزيني بشي فخوي ولا بالقرقاع ولا باللوز يعني اللي متوفر. داكشي اللي كاين غير هو المذاق ديال الشوكولا كيتواتم مع القهوة داكشي علاش. وتا مع الياغورت يعني. كيزيد زعما رطيب طبعا ونعاود لك زويونة. نعم تبارك الله عليك.